وتعالى نبتدي بعد اذنك بعوده الروح، انجاز ان احنا نسمي اللي شفناه في ماتش الاهلي مع القطن الكاميروني عوده الروح، وهي عوده حقيقيه ملموسه مش بس على صعيد اللاعبين، كمان حتى نقدر نقول ان عاده الروح من جديد لجماهير النادي الاهلي اللي شافت من خلال الماتش ده النادي الاهلي اللي احنا عارفينه اللي احنا حافظينه، السيطره اللي احنا متعودين عليها والهيمنه، وقبل ده وده روح الفانيلا الحمراء اللي كانت حاضره بقوه في الماتش ده. انا اعتقد انطلاقا إن... بقى منه شايف اللي جاي عامل ازاي، وبصفه خاصه فيما يتعلق بماتش النهارده كمان. انا اعتقد يا كريم ان يعني النقطه الفاصله كان الجلسه اللي اجراها مارسيل كولر بعد التعثر الغريب جدا ضد الداخليه، الجلسه اللي اجراها مع اللاعبين في غرفه خلع ملابس بعد المباراه مباشره، وده حتى اللي خلاه ساعتها يتاخر عن المؤتمر الصحفي بعد الشيء بعد المباراه. اعتقد الجلسه دي كانت مهمه جدا لان مباراه القطن كان لا تقبل القسمة على 2، الاهلي دخل بقوه طبعا وسجل هدف مبكر لمحمد شريف وده ساعد ان الاهلي يسيطر على المباراه بصوره اكبر. هي بس النقطه ان انا طبعا هو فوز مهم جدا على القطن الكاميرون، لكن القطن الكاميرون هو اضعف فرق المجموعه. انا اعتقد المحق الحقيقي للاهلي هتكون طبعا مباراه سان داونز يوم في الاسبوع المقبل باذن الله، نتمنى ان شاء الله. توقعاتك ليه بالمناسبه؟ بص يعني برضو ضد المبالغات، انا شايف برضو في بعض وسائل الاعلام وبعض المحللين بيتكلموا عن سان داونز لكننا بنلعب ريال مدريد، مع احترامي الشديد يعني هو في الاول وفي الاخر فريق بيلعب في جوه دوري ابطال افريقيا والاهلي اسم كبير، الاهلي هو البطل التاريخي، حتى لو في بعض ممكن نقول بعض الهفوات بعض الاخطاء اللي حصلت في المباراه الاخيره، لكن الاهلي قادر على تحقيق نتيجه ايجابيه، وفي السنوات الماضيه الاهلي في جنوب افريقيا حقق نتائج ايجابيه، كان بيخرج على الاقل لما بيتهزمش بيتعادل، وبالتالي ان الاهلي قادر على تحقيق نتيجه ايجابيه ان الاهلي لا بديل امامه سوى تحقيق نتيجه ايجابيه ضد سان داونز، يعني بالتاكيد عدم الخساره، حتى طبعا يكون يعني قريب جدا من التاهل للدور المقبل باذن الله. لكن طبعا قبل كل طبعا هتبقى مباراه اليوم مباراه المقاولون العرب اليوم مباراه مهمه جدا على صعيد الدوري الممتاز، لان الفوز بيها هيخليها بتلعب بفارق 5 نقاط عن اقرب ملاحقيه بيراميدز او فيوتشر.